الله غادي نشارك في فاشن شو وقيلة المخص، ولكن باقي كنخدم على الكوليكسيون ديالي، باقي ما كملتهاش. الراي ديالهم يحترم، لان ما يمكنش، ما كاينش شي حاجه كتعجب كاع الناس. ديما كتلقاي اللي حاجه، الواحد اللي عاجبه الحاجه والواحد اللي ما عاجبهاش، دونك سي نورمال، ماشي شي حاجه ماشي طبيعيه. لا 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 طبعا كيكون عنده راي، دائما كيكون عنده راي، ما يمكنش نفرض عليه شي حاجه اللي ما تعجبوش شي حاجه، دائما كيكون عنده راي و فهمتي، حيت دائما كيختار معايا حتى هو. الا ما كنظنش انا شي حد اللي كيبغيك غادي غير منك، دائما الواحد اللي كيبغيك كيخاف عليك، فاكيد تكون حمايه. ولكن انا اصلا قلت قبل في ديزانترفيو اخرين ان تامر ماشي فرض عليا انني زعما كي ما نغنيش، هو بروبوزا وانا فكرت في الموضوع وكان القرار مشترك. لقي راسي طبعا، وفي نفس الوقت ما مقصرش مع ولادي، لان كنت غنيت ما غاديش نلقى حتى الوقت فاش نرجع للدار. الغناء كياخذ واحد المجهود اللي هو كبير من الواحد. انا دابا كندير دي تروك اللي انا وقتي ملكي، كنقرر فوقاش انا بغيت نخدم هادي، فوقاش بغيت ندير هادي، فوقاش بغيت نسافر، فوقاش فهمتي الموضوع مختلف. ماشي بحال انت كتغني كيجيك مثلا شي حفله، ولا كيجيك عندك شي البوم، ولا ماضيه مع شي شركه، كتكوني مقيده، عندك قيود، الموضوع اصعب شويه. انا ماشي عرفت تامر هو كان مهندس ولا دكتور، عرفته هو مشهور، دونك انا ملمه بالحاله فهمتي، وديجا فاهمها، حيت انا حتى انا بحالي بحالهم من لي فانز، دونك كنفهم ان اي رياكسيون كديرها اي وحده ولا اي واحد، ماشي غير يعني، لان باغفوا كنشوف شي دراري كيديروا دي رياكسيون اكثر من البنات، كتكون طالعه منهم لانهم كيبغيوه، دونك لا هذه ماشي شي حاجه كديرونجيني نهائيا. هادشي ما عرفتش انا، حتى انا كنسمع اول مره بحالك. لا ما عرفتش هادشي، كاينين لي فيديو عادي ديال لاستاغاك عادي، وتامر عارف انني كنت في لاستاغ اكاديمي، ماشي شي حاجه اللي يقدر ينكرها ولا شي حاجه، وعنده عادي. بالعكس انا لاستاغ اكاديمي كانت مرحله في حياتي اللي مهمه، خلاتني نعرف بزاف ديال الحوايج، نتعلم بزاف ديال الحوايج، وانا جو ريغريت با انني مشيت لاستاغاك. ديجا انا كان كيهضر لي على الاصوات، وانا كنت ديجا في لبنان معاه، ومشيت هو كان قلت لي ما غاديش نجي للتصوير، صافي شويه وانا ولقاني جايه داخله علي. انا صراحه كنت متشوقه انني نسمع الاصوات، حيت هو كان كيعاود لي ان الاصوات كانت رائعه، وسبغي فاش مشيت لقيت الاصوات رائعه جدا، كنت كنسمع داك الشيء صراحه ما شاء الله. تابع الجديد ديالي في سيت انفو بسمه بوسيل، شكرا.